احنا لسه موجودين معاكم مشاهدينا في اطار احتفالنا المستمر بذكرى انتصارات اكتوبر. المقاتل المصري معروف بشجاعته وقوه تحمله، ودي طبعا جينات بتتوارث لابطال القوات المسلحه المصريه عبر التاريخ وعلى مر العصور. شفنا يمكن ده بصوره كبيره في حرب اكتوبر 73 لما الابطال كانوا بيتسارعوا على عبور خط بارليف وهم صايمين وشايلين السلاح على ظهرهم وكتفهم، وكمان ده علشان نقدر نسترد سينا الحبيبة من العدو. خلينا نتكلم عن المقاتل المصري صانع البطولات والمعجزات مع ضيفنا اللواء دكتور محمد دكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، كل سنة ومصر والأمة العربية كلها بخير. أهلا بحضرتك. في البدايه واحنا بنتكلم على المقاتل المصري يا فندم، يعني الحقيقه مش بس في حرب اكتوبر المجيده، المقاتل المصري ليه عقيده مختلفه وعنده قوه تحمل، يعني لو بنرجعها لقوه هذه العقيده. عايز اعرف من حضرتك يعني بما يتميز المقاتل المصري. هو زي ما حضراتكم كده تفضلتوا في البدايه وقلتوا انه المقاتل المصري بيتميز بعقيده خاصه بيه هو، ودي بتبقى متوارثه عبر الاجيال، وطبعا دي خلفها حضاره مصريه قديمه تمتد لالاف السنين. وبرده من مميزات المقاتل المصري انه ما كانش بيقاتل بغرض ان هو التوسع او العدوان او استنزاف الاخر، ولكن كان دائما بيدافع عن شعبه ومصلحته او نصره المظلوم، فكان بيخرج خارج الوطن وبيحافظ، وده الاهم، على الحقوق التاريخيه لمصر عموما على كافه الاتجاهات، من اول عمق في داخل افريقيا او في الخارج في القارات الاخرى. لما ننساش برضو المقاتل المصري مع ابراهيم باشا، يعني قاتل في اكثر من مكان، كان لينا مقاتلين في المكسيك وكان لينا مقاتلين في اوروبا موجودين في الاقليم البلقان وفي تركيا وفي المنطقه العربيه كلها، وكان الهدف الرئيسي هو زي ما انا قلت في البدايه هو الحفاظ على حقوق مصر أو معاونة الآخرين أو كما يطلب منه. إنما المقاتل بقى المصري المعاصر اللي احنا معاه دلوقتي، الحقيقة هو برضو بيتميز بقدرات كبيرة جدا ومهمة جدا، ودي كانت واضحة قوي في بعد حرب 67. بعد حرب 67 كان مطلوب إعادة التنظيم والهيكلة للجيش المصري والقوات المسلحة المصرية بالكامل، واستيعاب الحديث من الأسلحة. كل ده في العقيدة على فكرة، لأن العقيدة مش شعار، هي منهج طبعا نمشي عليه. يعني احنا ممكن نسمع مثلا حد بيقول العقيدة عقيدتنا القتالية هي النصر أو الشهادة، ده شعار، لكن العقيدة برضو هو ده بيترجم إلى منهج. من ضمن هذا المنهج هو كان إعادة بناء القوات المسلحة في ظروف قاسية جدا وصعبة جدا كانت بتمر بها مصر في هذا التوقيت. جزء من القوات المسلحة موجود خارج الوطن لنصرة أخواننا في اليمن، هذا الكلام اللي قلته برضه في البداية، وجزء موجود بيقاتل في سيناء وهو ما قاتلش في الواقع ما لحقش. وبالتالي كان هذا إعادة البناء مرة أخرى والهيكلة كانت عملية صعبة جدا تحمل فيها أولا الشعب المصري، وثانيا المقاتل ابنه اللي هو موجود في القوات المسلحة، تحملت فيها يعني ظروف صعبة جدا وقاسية جدا. وكان هناك فيها عامل مشترك بين من هم من يعملون في القطاع المدني ومن هم يعملون في القطاع العسكري. أوضحها أكتر، يعني لما جينا نبني حائط الصواريخ المصرية، عندما تعرض العمق المصري لهجمات جوية وضربات جوية من الجانب الإسرائيلي، وكان يعتبر المجال مفتوح قصادهم وبمنتهى السهوله الوصول الى العمق المصري. تم بناء هذا الحائط، طبعا رجال بناء انشات قوات الدفاع الجوي، وتم بناء هذا الحائط بواسطه التعاون مع الشركات المدنيه وابنائنا من العاملين فيها والمقاولين وهكذا. ولكن تعرضوا ايضا لهجمات وضربات جويه قاسيه من الجانب الاسرائيلي، فكان لابد من استكمال هذا البناء وهذه القواعد بالذات، لان هي دي اللي هتامن سماء مصر وهتامن قواتها المسلحه عند القيام بتنفيذ اي مهام. فكان هذا البناء بيتم
نتيجة القصور الذي كان ممكن أن يتم في الجانب المدني نتيجة الضربات العنيفة واستشهاد العديد من أبنائنا العاملين، دخول القوات المسلحة وإحنا كنا من ضمن المجموعات دي اللي هي بتدخل تبني قواعد الصواريخ بنفسها. يعني حتى البناء نفسه اللي هو يعني العمل الهندسي الصعب، طبعا أبناء سلاح المهندسين والمقاتلين عموما مش سلاح واحد معين، الجميع كان يعمل طبعا لصالح بناء هذه القواعد وإدخال هذه القوات الدفاع الجوي إلى أماكنها التي يمكن أن تقوم بالحماية والتأمين بالتأمين. وده الحقيقة كان ليه أثره الكبير جدا في الحد إن لم يكن بتر الذراع الطولة لإسرائيل في هذا التوقيت التي كان يمكن أن تطال العمق وتضرب أبنائنا زي في مدارس مدرسة بحر البار أو في مصانع أو في أبو زعبل العمال في المصانع أو رجال القوات المسلحة أو عاملين مدنيين الذين يعملون في المنشآت لصالح القوات المسلحة ليس في الدفاع الجوي فقط ولكن في كافة الأفرع الرئيسية. سيادة اللواء، لما نيجي نقول إن كل مقاتل وهو بيعبر كان بيبقى شايل، كان هو ترسانة كده متحركة شايل ذخيرته، شايل سلاحه، شايل تعيينه أكله وشرب، وشايل كمان أجزاء من مدافع مضادة للدبابات، إزاي قدر إنه يعبر وبعدها كان بيستعد للقتال في ولا وقت؟ إزاي ده عمله المقاتل المصري؟ برضو ده نقدر نقول ده دليل على الولاء والانتماء وحبه لبلده والأسرة اللي أنشأته وكونته على هذا، وإن هو يقدر في وقت في الظروف الصعبة وهو صايم وهو صايم رغم وجود فتوى في هذا التوقيت تبيح الفطار طبعا. لكن الحقيقة هذا كله يرجع للتنظيم، التخطيط، التنظيم في البداية والتخطيط الجيد جدا لتنفيذ هذه العملية واقعيا على الأرض بما يتمشى مع الإمكانيات الموجودة والمتيسرة، لأن احنا برضو ما كانش معنا كل الإمكانيات الكاملة. يعني الحقيقة الرئيس السادات يعني له قول هام جدا، يعني لما بيقولوا له السادة القادة احنا عايزين أسلحة أفضل، وهناك في عندنا احنا في القوات المسلحة أو في العسكريين عموما حاجة اسمها مقارنة القوات طبعا. ففي مقارنة عددية وفي مقارنة نوعية. ممكن المقارنة العددية تكون خادعة يعني تديك رقم كبير، لكن المقارنة النوعية ممكن ما تكونش في صالحك خالص. الحقيقة كان العدو عنده مقارنة نوعية وعددية في بعض الاتجاهات متفوقة جدا، فبالتالي كان قراره انه احنا هندخل الحرب، وزي ما بيتقال عندنا في المثل كده بيقول الشطرة تغزل برجل كذا مثلا يعني. ففعلا القادة استجابوا وبدأوا يخططوا وينفذوا، وكان على رأسهم الحقيقة برضو نذكره بكل خير سيادة الفريق سعد الشاذلي رحمة الله عليه. الذي أصدر منشورا هاما جدا بيدرس حتى الآن على فكرة اسمه المنشور 41. ده كان بينظم كل حاجة من أول الجندي باحتياجاته كاملة، كل ما يخطر على بالك لغاية المستوى أعلى مستوى موجود. فكان لهذا التنظيم فضل كبير، التخطيط والتنظيم ده فضل كبير جدا. وبعدين نأتي بقى إلى التدريب العملي والفعلي. بدأ التدريب العملي والفعلي ليس في بعيدا عن الميدان وانت في الميدان، يعني حرب الاستنزاف دي كان جزء من التدريب والإعداد الفعلي واكتساب الخبرات وعودة الثقة للمقاتل المصري في نفسه وهز الثقة في المقاتل الإسرائيلي الذي كان يدعي أنه المقاتل الذي لا يقهر، وهكذا كل هذه الأشياء تمت وفي ميادين مشابهة تماما لما ممكن أن يحدث سواء كان على المستوى الصغير جدا او على المستوى الكبير. فكان ده نوع يعني تدريب هام جدا مما ادى الى ان كل مقاتل عارف هو هيعمل ايه بالظبط وفين وامتى وايه قدراته التي يمكن ان يتحملها، بالاضافه طبعا للدراسه المستفيضه والعميقه للعدو الموجود وهيقدر يعمل ايه بالظبط بتوقيتاته، واحنا مراقبينه ومتابعينه وعارفين تصرفاته التي يمكن أن تحدث أثناء إدارة العملية أو الأعمال القتالية نفسها يعني. فمن هنا الحقيقة كان الإعداد هام جدا وجيد جدا، وفي نفس الوقت كانت هناك حاجات لابد أن ننظر لها نظرة أبعد شوية. التجهيز الهندسي الحقيقة اللي تم وخاصة إعداد حاجة كان بنطلق عليها في هذا التوقيت مصاطب، كان عبارة عن تلة عالية بنعملها هندسيا بالتعاون مع الشركات المدنية أعلى من الساتر الترابي للجانب الآخر،
هو رفع الساتر الترابي حوالي 20 متر او يزيد، دي كانت اعلى منه بحيث انها تقدر تكشف كل ما هو موجود خلف هذا الساتر او اي تحركات ليه تبقى جايه قادمه من العمق، ويتم تزويدها واحتلالها باسلحه ومعدات تتدخل ضد العدو لو حاول ان يتدخل في البدايه ضد القوات القائمه بعمليه اقتحام قناه السويس او العبور كما يطلق عليها. وفي الحاله دي الحقيقه هتشتبك، بالاضافه لفكر مهم جدا، ويعني كان في هذا التوقيت لم نعتمد على هذه الوسيله فقط، ولكن ايضا دفعنا عناصر زي ابنائنا بتوع القوات الخاصه الصاعقه والمظلات يقابلوا هذا العدو بحيث يعطلوه ما يوصلش لقناه السويس، برضو بالاضافه الى عناصر من قوات المشاه النفسيه التشكيلات اللي هتقوم باقتحام القناه دي درب منها مجموعات لتعمل كماين مضادة لدبابات ضد دبابات العدو التي يمكن أن تهاجم في المرحلة الأولى. ده بالإضافة لكل طبعا مقاتل موجود بعد كده زي ما حضرتك بقى تفضلتي، هو عدى مفيش كباري لسه مفيش معديات، أنت مطلوب هتعدي خمس فرق، الإعجاز اللي حصل في مدة الكباري بالظبط كده، خمس فرق بيعدوا إجمالي عدد مقاتليهم حوالي 100,000 مقاتل، ال100,000 دول بيعدوا على موجات متفاوتة أو متتالية محسوبة زمنيا، زمن رحلته وصوله تسلقه ثم هيواجه عدو إمتى وبتاع، ومعاهم الأسلحة بتاعتهم اتفككت مفككة بحيث يتم الصعود بيها وعبور المانع المائي وصعود الساتر الترابي وإعادة تجهيزها أو تربيطها مرة أخرى، وأفراد أخرى شايلة الذخائر بتاعتها حتى يمكنها أن تواجه دبابات العدو. وده كان العدو الرئيسي والأساسي في هذا التوقيت، أن رجل المشاة الأولاني ده هو اللي هيقابل الدبابة بصدره، ودي طبعا عايزة قدرة عالية جدا وشجاعة وتدريب قاسي ومستمر، وده كان موجود بصفة عامة. طيب سيادة اللواء، يعني من المعروف أن ميعاد الحرب ما كانش معروف حتى للمقاتلين، لكن احنا شفنا بسالة الحقيقة وشفنا استعداد هايل لجنودنا طبعا وقتها. ازاي يعني لازم يكون حتى اعتقد الاستعداد النفسي، يعني احنا بنتكلم على الاستعداد والجاهزية زي ما حضرتك قلت تدريب طبعا على مدار حتى سنين قبلها، لكن الاستعداد النفسي ازاي انه هذا الجندي يكون قادر، احنا لو اتكلمنا كل جندي لوحده قصة بطولة وقصة تضحية، ازاي كل فرد يبقى قادر ان هو احنا النهارده مصر هتحارب، ازاي الاستعداد النفسي، ازاي القوه والصلابه النفسيه لهذا الجندي؟ الحقيقه برضو هنا يعني دي نقطه مهمه جدا حضرتك بتسيريها، هي الاهتمام بالروح المعنويه للفرد المقاتل والوحده والتشكيل والجميع، ودي برضو بتخضع للعلم وللتخطيط المهم والمستمر والجيد جدا، وبتقوم به ناس متخصصه في القوات المسلحه، واحنا عندنا اداره كامله اسمها اداره الشؤون المعنويه للقوات المسلحه. دي ليها دور هام جدا ورئيسي بالاضافه الى التكوين نفسه بتاع الوحدات، وانت عارف حضرتك ان احنا برضو شعب متدين يعني ويحب البيت يعني، سواء كان مسلم او غير مسلم او مسيحي، فكان موجود ضمن التكوين بتاع الوحده الفرعيه بقى اللي هي الكتيبه او اللواء واعظ موجود، ده كان يعني شيء مهم جدا. حاجة تانية مهمة جدا برضو الجانب المدني، الشق المدني اللي هو الجمعيات المدنية. وأذكر منهم السيدة الفاضلة كانت من إمبابة اسمها روي عطية. السيدة روي عطية إذا كانت توفت بقى رحمة الله عليها. كانت بتيجي تزورني عجبها، وإحنا أنا كنت في الدفرسوار. كانت بتيجي تزورنا ومعها مجموعة من الشباب من إمبابة والمنطقة دي، وبيجوا جايبين معهم آلات موسيقية أو حاجات ويقعدوا يرفعوا روح من عندهم بأغاني وطنية ويشوفوا يعني، وكان الزيارات بتتم ليس فقط كده كمان يعني من الجهات البدنية ممثلة في الجمعيات الخيرية أو الجمعيات الأهلية، ولكن أيضا كان كل القادة بدون استثناء من أول رئيس الجمهورية، يعني أنا كنت ملازم أول جالي من اول رئيس الجمهوريه لغايه يعني قائد الجيش بنفسه، مش هقول بقى قائد الفرقه يعني كان سياده الفريق عبد ربه رحمه الله عليه، او قائد اللواء او قائد الكتيبه
او قائد السريه، لا كل القيادات دي بالكامل، حتى منهم اعضاء مجلس الشعب في هذا التوقيت كانوا بيجوا زيارات لينا ميدانيه وبيشاركونا وبيساهموا معنا في ان هم يعني يؤكدوا او يثبتوا الروح المعنويه والفكر اللي موجود ان احنا لابد وان نستعيد الارض والكرامه. ودي كانت نقطه مهمه جدا. يجي بقى نقطه اخيره هامه جدا، استفزاز العدو للجندي المقاتل نفسه اللي قاعد قدامه على القناه في مواجهته مباشره، فاصل بينه يا دوب هم 100 وحاجه متر اللي هم بتوع القناه، مفيش غير كده. فكان الحقيقه بيستفز ابنائنا من رجال القوات المسلحه. انا كنت ملازم او ملازم اول، يعني حضرت ملازم وملازم اول، يعني انا في الحرب كنت ملازم اول. فكنت بشوفهم بيندعوا علينا بالاسم، سمعنا كويس جدا ان هو في الشرق واحنا في الغرب، استفزازكم يعني. والريح نازله من الشمال بتبقى شماليه كده من غربيه ورايش، فالصوت يوصل على فكره. فكانوا بيندعوا علينا بالاسم، يا فلان تعالى، وجايب مثلا واحده في ايام معينه، انا مش عايز اقول العبارات يعني، تعالى خد كذا مثلا. فدي كل الحاجات دي الحقيقه كان ليها تاثير نفسي قوي جدا وعميق جدا، مما كان بيثير الحماسه والنزعه الوطنيه في المقاتلين عموما. وكنا في كل مناسبه او في كل جلسه او في كل اجتماع او في كل تدريب برفع الحاله دائما نقول ان شاء الله المناسبه اللي جايه دي نكون محررين الارض. يعني حصل عكس اللي هم عايزين يعملوا، هم كان هدفهم انهم يعني يحصل نوع من انواع الكسر في النفس المصريه، بالعكس ده ادى لمزيد من الحماس ومزيد من الاصرار على ان الكلام ده ما يحصلش ابدا، واثبات ان المقاتل المصري هو ده المقاتل المصري عليك. ده اللي حصل بعد النكسه، ده اللي حصل مباشرة بعد 67 لما لقينا اقبال كبير على الكليات الحربيه وعلى الكلام ده، بالرغم من انه الجميع تخيل في ذلك الوقت في العالم انه لا الناس هتعزف عن الالتحاق بالزبط. وان الاهالي هيبقوا خايفين على اولادهم بالظبط. احنا قدمنا، يعني انا من الناس اللي قدموا في الكليه الحربيه دفعه 68، يعني سنه 68 دفعه رقم 57، في دلوقتي 100 وحاجه. ربنا يبارك في عمر حضرتك. فكان الاقبال غير عادي وغير مقاطع النظير الحقيقه. يعني اي حد يقول ان دي في هنا ما يطلق عليه في هذا الوقت نكسه او هزيمه، ما هو الهزيمه برضه نوعين، هزيمه وهزيمه مطلقه. طب. ان احنا نسلم، احنا ما سلمناش، هم كانوا منتظرين كده وكانوا بيهدفوا لكده، لكن القياده والشعب المصري كان لهم راي اخر خالص، ما حصلش، بل بالعكس دفع بابنائه مره اخرى وثق فيهم، وقف معاهم، امدهم بكل المطلوب، حرم نفسه من حاجات كتير جدا في سبيل ان هو يرتقي بالقوات المسلحه في هذا التوقيت. لان كان عندي جنود في الفصيله عندي او في السريه تجنيد 64، يعني شوف احنا حاربنا في 73 وكان عندي جنود تجنيد 64، يبقى يشوف حجم الجنود وخبرتهم قد ايه من سنه 64 لسنه 73. صحيح اتسرح جزء منهم بسيط كده، ده كان ضمن خطه الخداع اللي حضراتكم اتكلمتوا عليها، لكن رجع اخر وموجود. فبالتالي اللي شارك سواء كان من يمن وجه او في حرب 67 وعاد، عنده كل دي خبرات، وقعد بعد كده في حرب الاستنزاف واعمال خاصه في العمق وغير العمق واشتباكات نيران مدفعيه وقناصه وجميع انواع النيران اللي ممكن ان تستخدم في فتره حرب الاستنزاف دي، حرب الصمود وهكذا. كل ده بالكامل حقيقه يعني شكل وكون المقاتل الذي تواجد بقى في حرب اكتوبر 73. فكان وراه كل هذا التاريخ وكل هذه الخلفيه وكل هذه المرتكزات كلها ارتكز عليها، والدعم القوي جدا من جميع الجهات، فده كان مهم جدا بالنسبه له. بكل تاكيد. سيادة اللواء، الحقيقه يعني واحنا بنتكلم على حرب اكتوبر المجيده، يمكن يوم 6 اكتوبر تحديدا هو يوم العبور او يوم الاختراق ويوم المبادئة والمفاجأة، لكن الحرب استمرت طبعا لما بعد 6 أكتوبر. الحقيقة يمكن من المعارك اللي بتوقف عندها معارك كتير قوي وقصص بطولات كتير قوي الحقيقة، لكن معركة المزرعة الصينية تحديدا دي المعركة أثبتت بالفعل أنه مش فكرة المقاتل المصري معاه سلاح شكله إيه، فكرة هذا السلاح مين اللي بيقاتل بيه. بالظبط. يعني أنا أحب أسمع من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين والأجيال الجديدة، لأنه أنا ده يعني بشكل شخصي يمكن الأجيال الجديدة ممكن تكون مش مدركة
حجم هذه القصص البطولية والتضحية وهذا المغزى، ده اللي احنا بنحاول نعمله. لو حضرتك تقول لنا وتقول للسادة المشاهدين قصة المعركة الصينية، معركة المزرعة الصينية. هي اولا ما اسمهاش المزرعة الصينية يعني، صحيح. انا صح يعني قلت الاسم الاعلامي المعروف ده، بس هو ده زي ما تقولوا مصطلح يعني مصطلح عليها، لكن مش هو ده التعريف الدقيق يعني. صحيح. طيب نقول هي اسمها قرية الجلاء المصرية اصلا يعني، وكانت بتجهز وتعد للزراعة قبل حرب 67، وكانوا هيعدوا لها المايه من تحت القناه، وكانت المواسير جاهزه وهي اتجهزت وكل حاجه فيها كانت جاهزه كمنطقه هتبقى زراعه للزراعه يعني. طيب اللي اطلقوا عليها ليه المزرعه الصينيه؟ ده لما جاء العدو الاسرائيلي فوصل للمكان ده، طبعا اللي هيرفع المايه اللي ماشيه من تحت القناه في مواسير مايه حلوه جايه من ترعه السويس اللي هي جايه من اسماعيليه بتروح السويس تدي له عشان السويس عشان مايه، فكانت بتعدي جزء منها في مواسير تحت القناه، فكان لابد من طرمبات رفع ضخمه ترفع المياه عشان تبقى في منسوب الارض اللي هتتزرع. الطرمبات دي الحقيقه كانت ياباني وبدعم ياباني ومبنيه في هذا المكان ومكتوب عليها باللغه اليابانيه وهي تشبه اللغه الصينيه، فاطلقوا عليها المزرعه الصينيه. ده المسمى. لكن هي قريه الجلاء المصريه او نقول عليها الدفرسوار شرق. دي النقطة الأولانية. أما بقى بالنسبة للقتال في هذه المنطقة والمعارك الضخمة اللي دارت فيها، وأنا لازلت بقول حتى الآن والكلام ده بقوله، أن ما تم أو ما حدث في هذه المنطقة من أعمال قتال من رجال الفرقة 16 بالكامل، وخاصة اللواء 16 المشاة، مش وحدة فرعية بعينها، اللواء 16 بكامل رجاله وقواته في هذا المكان، لان هو كان الحد اليمين للجيش الثاني اليمناني. يعني هو الجانب الايمن للجيش، ثم بعد ذلك البحيرات المره الفاصل، ثم الجيش الثالث. وكان في اقصى اليمين منه الكتيبه 18 اللي هي الكتيبه بتاعتنا احنا، هي اللي كانت اقصى اليمين في هذا المكان. حضرتك كنت متواجد؟ متواجد، كنت فيها قائد ثاني سريه مشاه، قائد سريه المدافع المضاده للدبابات بتاعتها، لأن قائد السرية استشهد في أول موجة في العبور، الشهيد النقيب محي الدين أحمد رجب رحمة الله عليه. فده الموقع وأهميته وخطورته. ليه الحتة دي بالذات؟ احنا قلنا إنها في أقصى اليمين في الفاصل، والعدو دايما بيحب يختار يعني في الفواصل بين الوحدات أو العناصر المقاطعة، ولم يتوقع طبعا إن هو هيقابل بهذا العنف وهذا القتال الصعب جدا في هذه المنطقه. قائد الفرقه الفريق عبد الرب النبي حافظ، قاده الالويه انا برضو اتكلمت عليهم قبل كده، هم اربعه. القائد اللواء 16 كان العقيد عبد الحميد عبد السميع الله يرحمه يعني، الله يرحمه، هذا كان اتوفى. وقائد اللواء الثالث ده اللواء 16 اللواء عبد الحميد عبد السميع، اللي هو الثالث هو في المنتصف من الفرقة الشهيد شفيق متر الصدراك، العميد شفيق متر الصدراك قائد اللي هو استوش العملية. واللي هو اليسار اللي هو 112 مشاة، وكان القائد بتاعه صاحب الساق المعلقة العقيد عادل يسري، عقيد أركان حرب عادل يسري. فهذه الاربعة شوفي حصل ايه. احنا من غير ما نحكي انا عمال الاقي اسامي بطولات، الشهيد صاحب الساق، احنا من غير ما نحكي البطولات هي يعني الوضع هو ده اللي وقع. قائد الفرقه اصيب واخلي برضه فريق عبد ربه، ده من وريك العنف المعركه في هذا المكان. لما نيجي على اللواء بقى 16، كان قدام منه اثنين نقط حصينه بتوع العدو. كان القرار بتاع قائد الفرقه، وده كل قائد له قراره، وفي عندنا في الجيش يعني او في القوات المسلحه القرار ده بيبقى ديمقراطي جدا يعني، لان بيتم عرض تقارير وناخد الاراء والمقترحات وفي الاخر القائد يقرر. فكان قرار قائد الفرقه ومصدع عليه القائد اللي هو ما ينهاجمهاش بالمواجهه، لان كانت هتبقى خسائر ضخمه جدا، لان محصنه موجوده على مدخل القناه في منطقة الدفرسوار في التقائها مع البحيرات المرة الكبرى. المهم يعني ايه اللي حصل؟ ان عندنا كلفنا ملازم خريج كلية حربية، لسه كان ساعة
يعني حديث الله يرحمه الشهيد محمد الخضري. طيب انتوا اللي اثرتوا النقط، فانا بقى ايه بقول لكم يعني شكل الاداره هنا كان ازاي. فده الحقيقه عزل هاتان النقطتان العصينتان، هو يعني تمكن من عزلهم علشان ما يهربوش او يرتدوا، وده كان قرار القائد وتصدى عليه. وتمكن قعد 72 ساعه تقريبا محاصر هذه النقطة العصيبة، إلى أن صدر الأمر للكتيبة 17. إحنا اللواء 3 كتائب، الكتيبة 16 بقيادة المشير مرحوم حسين طنطاوي رحمة الله عليه، والكتيبة 17 بقيادة العقيد علي هلال رحمة الله عليه طبعا، والكتيبة 18 بتاعتنا المقدم أحمد إسماعيل عطية رحمة الله عليه طبعا. سيادة اللواء اسمح لي هنكمل طبعا يعني قصة هذه المعركة الملحمية، معركة المزرعة الصينية، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك. تفضل مشاهدينا، فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. يبادر القائد الأعلى للقوات المسلحة مسؤوليته في غرفة العمليات الرئيسية، اندلعت الشرارة. الدفاع الجوي في حرب 6 اكتوبر انها تتصدى لاقوى سلاح عند اسرائيل اللي هي قواتها الجويه. قامت قوات الدفاع الجوي بالسيطره على نطاق امن شرق القناه، ومنعت طيران اسرائيل من انه يطير في هذه المنطقه، وبكده ادت لقواتنا حرية الحشد والتحضير للهجوم بعيدا عن المراقبة الجوية للقوات الجوية الإسرائيلية. نجي في مرحلة الهجوم، أمكن لقوات الدفاع الجوي إنها تحيد القوات الجوية الإسرائيلية، وبكده مكنت أبطالنا من القوات البرية من أنهم يعبروا ويقتحموا قناة السويس ويقيموا المعابر والكباري على القناة، يقتلوا تحت مظلة الدفاع الجوي، يقتلوا معركة ناجحة شرق القناة، يحتفظوا ويتشبثوا بها ويصدوا جميع الهجمات والضربات المضادة بتاعة العدو بنجاح. مرحب بحضراتكم مرة تانية بعد الفصل، وما زال حديثنا مستمر مع اللواء دكتور محمد دكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. سيادة اللواء، قبل الفاصل حضرتك كنت بتحدثنا عن ذكرياتك مع المعركة أو معركة المزرعة الصينية، وتوقفنا تحديدا عند تضحية طبعا الملازم محمد الخضري وحصاره للنقاط الحصينة للعدو. بالضبط، هذا الحصار استمر حوالي 72 ساعة، ده زمن كبير. كنا احنا برضو بنقاتل بنحقق راس الكوبري الاولاني والنهائي اللي هي المنطقه اللي هنخشها المهمه بتاعتنا. بعد كده صدرت الاوامر للكتيبه 17، الرائد ساعتها قال تابع شطه، هو على فكره حي ونرزق ربنا يديله الصحه، ان هو يقتحم النقط الحصينه، وتمكن من اقتحامها واسر حوالي 39 او 40 اسير وسلمهم. طبعا سلمنا وانضم محمد الخضري بقى معانا الى الكتيبه، واخذ وضعه بالنسبه لاعمال القتال، وكان في الفاصل بيننا وبين الكتيبه اليسار كمان، لانه كان كبير شويه الفاصل. احنا كاف 16 يعني كتيبتين، كاف 16 في اليسار وكاف 18 اللي عندنا في اليمين، وفي الخلف كانت الكتيبه 17. دائما في القتال او للعسكريين عموما بيراعوا حته ان يكون هناك نصب تاني او احتياطي يعني يعمل او يتواجد في الازمات. فجزء منه هاجم النقط الحصينه، وجزء اخر كان بيشارك في اعمال القتال معنا.
فدي النقطة دي هنا مهمة جدا. من هنا بقى بعد هذا التوقيت وبعد الأسر والكلام ده كله، قام العدو الحقيقة بهجوم شامل قوي جدا وكبير، أعد ليه إعداد غير عادي بأعداد ضخمة من الدبابات. أنا مش هقدر أقول أعداد، لأن مهما هقول الحقيقة يعني بتبقى صعبة التصديق. يعني رغم إنها كانت جاية على ثلاث محاور واضحين جدا، محور ماشي جنب البحيرات المعظمة الكبرى، ومحور ماشي على طريق الشط، ومحور جاي من فوق من اتجاه الشرق في حتة اسمها جبل الحبيطة، وجاي من اتجاه الطاسة كده. فكانت المعركة كبيرة جدا وفيها قوات مشابهة، ميكانيكي، قوات مدرعة بأعداد ضخمة، بالإضافة إلى بعض عناصر قوات المظلات الإسرائيلية. وده كله الحقيقة تواجد وشارك جميع الرجال في اللواء 16، وعندهم وعلى رأسهم طبعا كتيبة 18 كتيبتنا. الحقيقة قتل وقتال مرير جدا وصعب جدا، ولم يتمكن العدو من تحقيق هدفه بالنسبة للكتيبة. طبعا أنا في حدود رؤيتي بقى في المكان عشان أبقى محدد يعني، وبالذات أن احنا كان ماشي في وسط الكتيبة طريق الشط اللي هو الطريق ده بيوصل من فوق من عند الأنطرة مثلا لغاية مدينة الشط في السويس، بس من اتجاه الشرق. فده كان طريق أهم جدا وخطير جدا يعني. المقاتلين ما ننساهمش، أهمهم الحقيقة قادة السرايا المرحوم النقيب نورين الباسل سيد جاد، وده طبعا يعني الحقيقة مقاتل يعني من النوع النادر في حتة التضحية والفداء والرجولة، وقول إيه كمان يعني الحاجات كلها صفة المقاتل الشرس يعني. هو ما تخلاش عن وعدته ولم يتهاون. المقاتل محمد الشافعي عطية رحمة الله عليه برضو، ده من 100 غمر على ما أذكر رحمة الله عليه، كان برضو رجل عظيم جدا وأسر العدد من الجنود الإسرائيليين وتم تسليمهم. الرائد أحمد كحيل من اسكندرية قائد السرية الثانية برضو دفع، كان هو نسق ثاني ودفع علشان يقلل الفاصل. وصل القتال في هذه المنطقة أو في هذا المكان إلى القتال المتلاحم المباشر بين جندي المشاة والدبابة، يعني دبابات العدو ومجنزراته. احنا هنتكلم عن تفاصيل اكتر على مدار الايام القادمه. احنا سعدنا وشرفنا بوجود حضرتك النهارده. يعني احنا ما زالت تغطيتنا مستمره لاحتفالنا بمرور 50 عام على ذكرى اكتوبر. سياده اللواء الدكتور محمد زكي الالفي مستشار الاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه، سعدنا وشرفنا بوجود حضرتك، اهلا وسهلا. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. كل سنه طيبين وحضرتك بخير.